منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016 يقبع الآلاف خلف القضبان بزعم المشاركة في هذا الانقلاب، لكن في حقيقة الأمر تشير التقارير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل المشهد لتصفية الحسابات مع خصومه والتغطية على أمور أخرى في السياسة التركية المثيرة للجدل. في هذا السياق حصلت صحيفة نورديك مونيتور على شهادة ضابط تركي أكد فيها أن زميلا له قتل بأوامر من جنرال تركي كبير بعد اكتشافه مسار التمويل القطري للجماعات الإرهابية في سوريا عبر تركيا. المعلومات هذه كشفها الكولونيل التركي فيرات ألاكوس الذي خدم في فرع المخابرات في القوات الخاصة. ألاكوس قال في شهادته أمام محكمة الجنايات العليا في أنقرة في مارس من العام الماضي، قال إن الجنرال زكي أكساكالي الذي كان مسؤولا عن القوات الخاصة أمر بقتل الضابط الكبير سميح ترزي بعد اكتشافه بأن أكساكالي كان يدير عمليات سرية وغير قانونية في سوريا. وأضاف ألاكوس في شهادته أن ترزي الذي تم اغتياله اكتشف حجم الأموال التي كانت ترسلها قطر عبر تركيا لشراء الذخيرة والسلاح للفصائل المتطرفة في سوريا وكيف كان المسؤولون يستخدمون هذه الأموال. وأوضح الضابط في شهادته أيضا أن ترزي كان على علم بأسماء المتورطين بعمليات تهريب النفط من سوريا من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، وأكثر من ذلك كان يعلم كيف تورط مسؤولون أتراك بنقل مسلحين متطرفين للعلاج في تركيا تحت غطاء أنهم مقاتلون من المعارضة السورية. الضابط كشف في شهادته أيضا أن معرفة ترزي بهذه الأسرار هي التي أدت لإصدار أوامر بقتله، حيث تم استدعاؤه من محافظة حدودية بحجة حماية المقر الرئيسي للقوات الخاصة في أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وحسب الشهادة فإن ترزي قتل بأوامر جنرال أكساكالي بعد إطلاق النار عليه من مساعده.